السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثامن، ونلتقي اليوم إن شاء الله في حلقة جديدة مفيدة من حلقات دراستنا في مادة العلوم. نكمل سلسلة المغناطيسية اللي بدأناها الحلقة السابقة وتعرفنا فيها على استخدامات وأشكال المغناطيس المختلفة. في حلقة النهاردة هنبدأ نتعرف على أول خاصية من خواص المغناطيس وقدرته على التجاذب والتنافر. حلقتنا بعنوان أقطاب المغناطيس. أي شكل من أشكال المغناطيس اللي درسناها قبل كده بيبقى متكون عندي المغناطيس من قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. أعرفه وأميزه إزاي؟ مثلا هيكون عندي هذا الشكل، هو شكل من أشكال المغناطيس على شكل قضيب، إذا علقته تعليق حر يعني بيكون عندي هذا الطرف موجود في هذا الخيط، وبنترك المغناطيس يتحرك حركة حرة، بنجد أن القطب الشمالي للمغناطيس بيتجه بالفعل ناحية الشمال، وبنجد بعد كده العديد من الخواص اللي على أساسها بنبدأ نشوف قدرته على التجاذب والتنافر. إحنا اتفقنا دلوقتي أن عندي قطبين، إذا قربت أي قطب لقطب آخر مشابه لي وليكن القطب الشمالي مع القطب الشمالي، بنجد أن بيحدث تنافر للمغناطيس، بمعنى إن بيحدث ابتعاد بين قطبين المغناطيس بهذا الشكل. طيب إذا حصل وقربت قطب شمالي لقطب جنوبي مثل الشكل اللي موجود معانا دلوقتي، القطب الشمالي بنرمز ليه بأول حرف من اللغة الإنجليزية North، بنأخذ حرف الN، أما South بناخد حرف الS من كلمة جنوب، فبنجد إن هنا عندي الأقطاب مختلفة. نتيجة اختلاف الأقطاب وجدنا تجاذب لقطبين المغناطيس، وهنا الظاهرة اللي بتحدث تجاذب وتنافر أقطاب المغناطيس اللي فهمناه من شوية. هنجد إن بيتجاذب طرفي المغناطيس في حالة اختلاف الأقطاب، يعني وجود قطب شمالي مع قطب جنوبي أو العكس، يكون عندي مغناطيس له قطب جنوبي وأقربه لمغناطيس له قطب شمالي فتحدث عملية التجاذب. أما التنافر أو الابتعاد بنقصد بيها تنافر طرفي المغناطيس في حالة تشابه الأقطاب، قطب شمالي مع شمالي أو قطب جنوبي مع قطب جنوبي آخر، زي الحالات اللي موجودة معانا في هذا المثال. هنا بنجد قطب جنوبي مع قطب شمالي، إذن هيحدث تجاذب، أما هنا قطب جنوبي مع قطب آخر جنوبي، وهنا هيحدث تنافر للأقطاب لأنها متشابهة. وكذلك في حالة تقريب القطب الشمالي مع آخر شمالي أيضا هيحدث تنافر. معنى كده إن التجاذب لا يحدث فقط إلا في حالة الأقطاب المختلفة. دلوقتي هنتعرف على نقطة مهمة جدا باستخدام أقطاب المغناطيس، إننا إزاي ممكن نصنع مغناطيس. لازم يكون عندي مغناطيس دائم بهذا الشكل، وبيكون عندي مادة مغناطيسية ولتكن مثلا إبرة مصنوعة من الفولاذ. الخطوات اللي موجودة معانا، هنبدأ نحرك قطب المغناطيس بهذا الشكل في اتجاه واحد ويتم تمريره على الإبرة اللي مصنوعة من الفولاذ أو من الحديد. أنتبه لخطوة مهمة جدا، إن يكون عندي إمرار المغناطيس في اتجاه واحد، يعني أبدا أبدا ما ينفعش إن أنا أمر المغناطيس بهذا الشكل وأرجع تاني بهذا الشكل، لا، أنا محتاجة أصنع من الإبرة دي إنها تكون مغناطيس، وبتكون دي خطوات الدلك بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة. بعد ما أقوم بالدلك عدة مرات بنجد إن هذه الإبرة بتتحول إلى مغناطيس. أهم شرط إحنا بنقوله وبنأكد عليه إن يكون الدلك عدة مرات باستخدام نفس القطب وفي نفس الاتجاه بشكل دائم. أما دلوقتي معانا اختبار بسيط لبعض المواد اللي إحنا عايزين نعرف يا ترى هل هي مغناطيس أو لا. اللي هيزود استمتاعنا بالتجربة إن إحنا هنغلف كل هذه الأجزاء بحيث إن أنا معرفش القطب الشمالي من القطب الجنوبي. عندي 6 أجسام مختلفة، سين وصاد وعين ولام وميم وكاف. تعالوا نشوف الطالبة اللي معانا هتقدر إن هي تميز بين هذه الأجسام ولا لا. تقرب دعاء الجسمين سين وصاد من بعضهما فيتنافر الجسمان. كتب الدعاء إن الأجسام سين وصاد مغناطيسيان دائمان لأنهما يتجاذبان. طب هو هنا حدث تجاذب؟ لا، ده حدث تنافر. يبقى العبارة اللي كتبتها الطالبة هنا عبارة خاطئة،
يمكن أن يكون أحدهم مغناطيس دائم والآخر ممكن تكون مادة مغناطيسية مثل الحديد أو الفولاذ. كده ممكن نصحح إجابتها. أما هنا حاولت إنها تقرب الجسمين عين ولام فتنافر الجسمان. ما الذي يمكن أن تقوله عن الجسمين عين ولام؟ طالما حدث تنافر معنى كده إن كلاهما مغناطيس دائم، وحدث التنافر بسبب إن الأقطاب كانت متشابهة، يعني ممكن يكون قطب شمالي مع قطب شمالي أو قطب جنوبي مع قطب جنوبي. آخر محاولة ليها كانت مع الصناديق ميم وكاف، بدأت تقرب هذه الأجسام من بعضها، لا يحدث تجاذب ولا يحدث تنافر. التجاذب والتنافر إحنا فعلا بنشعر بيهم عند استخدامنا للمغناطيس. هنا هنجد يا ترى إيه العبارة الصحيحة اللي ممكن تنطبق على هذه الأجسام؟ طالما لم يحدث تجاذب أو تنافر ممكن تفكر إنها تستخدم مغناطيس دائم بشكل يعني خارج التجربة. إذا لم يحدث تجاذب أو لم يحدث تنافر فعلا إنه بيكون غير مغناطيس. أما إذا حدث تجاذب معنى كده إن يكون أحد الأجسام مغناطيس والآخر مادة مغناطيسية، أو يكون عندي احتمال آخر إن يكون كلاهما مغناطيس وحصل عندي اختلاف الأقطاب فحصلت عملية التجاذب. وإذا حدث تنافر باستخدام هذا المغناطيس الخارجي معنى كده إنها الأقطاب متشابهة وكده تنافر المغناطيس. حلقتنا النهاردة حلقة بسيطة جدا اتعرفنا فيها على قوة التجاذب والتنافر المغناطيس اللي ليها على فكرة تطبيقات علمية حديثة جدا وكلها بتدل على التقدم العلمي في كيفية الاستفادة من هذه الخاصية. إن شاء الله نكمل الحلقات القادمة. أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في حلقتنا النهاردة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.